السلام عليكم. اسال الله ان يتقبل من حجاجنا حجهم وسعيهم صالحات اعمالهم. اسال الله العلي العظيم يغفر لجميع اموات المسلمين امهات وابهات اخواننا واصحابنا واعز الناس علينا اللهم امين. هذا الفيديو راح يكون مختلف تزامنا مع عيد الاضحى المبارك، الله يعود علينا وعليكم كل سنه وكل حول. راح تشوفوا ربعي وراح تشوفوا ناس يمكن لاول مره راح يطلعون في الفلوج، ما راح تشوفوا هذا الوجه طول الفلوج. بيسكلي راح تشوفوا كيف احنا نقضي العيد، ايش الفعاليات اللي نسويها، ايش الاكلات اللي ناكلها، وين نروح، وين نجي، كيف ننسى اعمارنا، وان شاء الله يكون فيديو خفيف وحلو. Anyways, if you like the video, give it a thumbs up. عيدكم مبارك. عساكم من عواده. أوب. Oh my god. ما طحت. الله أكبر. لا إله إلا الله. الله أكبر. ولله الحمد. وهذا إحنا خلصنا صلاة العيد. وهذا سلمان. وإيش تبغى؟ إيه الحين متوجهين إن شاء الله للبيت، ورانا شغل عرسية وبعدين نشوي مشاكيك وفعاليات إن شاء الله. يلا نروح. الله بصور سناب. يبي يصور سناب. لازم أسكر الكاميرا. مناسبة العيد حاب اشكر امي وابوي عيدكم مبارك. وعليكم ورحمة الله وبركاته. الله يعيدكم مبارك، عساكم من عواده. واحب اهني امي وابوي على العيد واشكر صاحب الجلالة، وعساكم من العيد ان شاء الله. هذا علي النيادي، تابعوا قناته اللينك تحت ان شاء الله. ايش حاب تقول اخو علي النيادي؟ هذا كل عام وانتم بخير. خلاني اعيد اول عيد برا على البلاد بسبب هو مازن. كل عام وانتم بخير. ايش حاب تقول؟ صحة وسلامة. والله استانسوا. نواف كل عام وانت بخير. ايش حتقول؟ بخير وصحة وسلامة. الحمد لله درسنا اول يوم عيد، طلعنا من الدراسة استاذنا ورحنا نصلي. كفو عليك، بارك الله فيك. المدفع انت. وهذا سلمان يعدل الغترة. خربها طول حلف. راح تحصلوا لينك هذا التوتوريال، هو يعلم راح يعلمكم كيف تتغتروا تحت في الديسكربشن شباب. تصير له. وهذا علي وثق طبعا فلوج في فلوج. سلمان الضحية. طبعا متعودين في العيد عندنا ان نروح نزور الاهل وكذا صلة الارحام، وهنا ما عندنا اهل لكن عندنا اصدقاء، فباذن الله احنا رايحين الحين نزورهم صلة الاصدقاء. اذا عندكم ربع روحوا زورهم في بيوتهم، لعل وعسى تحصلوا عيدية. ما شاء الله زحمة عيد. من يعرف وزحمة عيد. شوف السيارات ما شاء الله تبارك الله كلهم جايين تعيدوا. وهذا بيت الشباب، والحين ندخل نسلم. هود هود، انت كل مكان موجود، كل مكان انت موجود. سلمان السلام عليك. افا افا، وين العيد؟ وين العيد؟ المطبخ. عيدكم كل مكان، حتى في المطبخ ما في احد. وين هالبيت يا اخي؟ افا، واحنا جينا نسلم ما موجودين. يمكن فوق. مازن كيف صحتك؟ الحمد لله. وصلنا الحمد لله. احسنت. كم باقي 50 يوم؟ يقولوا فيهم تضرب ولا لا تضرب؟ عيدي. اللي يجي منك عمي. شكرا عمي. ما شاء الله عليه. اول عيدية. الحمد لله خبرتكم. زوروا ربعكم اذا ما عندكم اهل، والله تحصلوا اشياء كثيره. الحين نطلع فوق نشيل عيديات غيرهم. مبروك علي، مبروك عيد مبارك. اعطونا عيديه. شكرا. لكن وش هذا؟ درهم؟ لا الحمد لله. جمع. واف باين عيديه. والبوف في السياره. تمام. بس بعدين عيديه. بعدين لا تنسى. تعال بعدين. اوكي. وننتقل للبيت الثاني. ايش فيها يفتح واحده؟
وين اسم المطار؟ واكيد مغلق هذا ما يرد. وصلنا البيت الثاني مثل ما سمعتم شغل اغاني انجليزيه. وين اغاني العيد؟ يلا عيد يا العايدين وسلمان يدق البيبان. انتظر عيديه بعيديه. السلام عليكم. كل عام انت بخير. نروح عند جمال الحمام. تبع جمال الخيبه كلها عشان عيديه سلمان. بعيديه زين. ما عندي خردة. ما عندي خردة. انا عندي خردة. روحنا واحنا من ذا البيت ماشي خردة. نعيما يا الله حتى لا هي شكل غير. ما كل عام انت بخير جمال. تصوير ما تبين. ماشي عيدية؟ ما جايبته. بس بعدين. بعدين. يلا. العيدية. العيدية. شكرا. كل عام انت بخير. كل عام انت بخير خلود. عيدك مبارك. عساك من عواده. عساك من العايدين والفايزين ان شاء الله والسالمين والغانين. ايون والناس راغدين. شوف زين محمد يسلم على امي. ايش ساكن وياي؟ غيرنا اللبس والحين متوجهين الى الدي نتسوق شوي نشتري اغراض للحم والشك والبهارات وراح نرد ونشتغل. وهنا الشباب عيديه. جتني عيديه. وش سالفتكم؟ كلها دراهم. على العموم شكرا. الشباب رايحين يجهزون العرسيه احنا المشاكيك واللحم والامور طيبه. دوك عيديتك جمال. يلا بسم الله الرحمن الرحيم. نتوكل على الله. كم دينا يسال؟ بس حزام الأمان. سيفتي فيرست. درت البيت أدور عن الشباب وين حصلتهم. شوف وين. شوفوا لعبوا كرة سلة بدون ما يخبروني. لا والمصيبة شوف السلة اللي استخدموها وانت بكرامة درام الزبالة ما تخبروني. ها الحين الحين ها يا ابو الشاشه يا ابو الشاشه اوه يا ابو الشاشه 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 يا ابو الشاشه. أكيد أنا ما أحب أتمدح بس أجيب. لاعب ما شاء الله كبير. شوف نطة الكرة بس كيف؟ حرقتني يا أخي. شوف هذه شوف هذه. الكرة ما أصلية الكرة ما أصلية. الكرة ما أصلية. ولا ما أصلية. هذه عرسية العيد مثل ما تشوفوا يا جماعة الخير. وعلينا بالعافية. والطرشة طيبة. الله الطرشة. وهذا هيثم يصور فلوق لكن ما ينشره عنده ارشيف كبير. اخر شيء باذن الله يكون مره لذيذ. هذا
التكوتة يشوي المشاكيل ما شاء الله تبارك الله يعطيك العافية الله يعافيكم صراحة حضوركم يشرفنا صراحة يعني هذا يعتبر شيء كبير هذا شيء كبير مش كنا مخطوصين هنا هذول يصوروا لعمان فرنس في سناب شات ونزلوا شباب روحوا تابعوا عمان فرنس ضروري 200 لكن هالفيق بينزل بعد ايام وسبسكرايب لقناه سالم والله يستاهل انسان عسل انا لما اشوفه احس بالراحه النفسيه شكرا على المجامله يعني ما وصفني والله حسابك يشعرني بالطمانينه الله تقول جد دجاج الصفا من يزيد يا حبيبي يزيد عطى الله سالم الحارث هذا انسان مبدع يا اخي تضيع يا اخي سالم الحارث انسان مبدع يسالم تابع الله وهذا علي نفس الشيء تحت ها شباب مثل ما قلت لكم انا طح هذا هيثم خبركم معلومه عنه يصور فلوقات لكن ما ينشرها ترى بس خاصه إيه خاصه جدا وقبل ان يرجع يخلص البعثة خلاص كل شيء ينتهي يغير كل شيء للذكرى ارشيفيه بس اخبرك معلومه اخبرك شاب معلومه تفضل انا لما يعني احس بتعب وضيق وكذا أيوة. امسك تليفون وشغل قناه سالم كيسه يا الله يا الله يا الله يا ربي تسلم والله حبيبي انا من اشد المتابعين لكومنتاتك تسلم الله يسلمك عشان تشوفوا سالم هذا سالم شوفوا هذا سالم الحارثي نصور فلوج 200 اي اكيد موفق جميع وانت بعد منافسة شرسة يا سلام يا سلام شرسة المنافسة يا الله اللي طيحها يخسر اللي ما يمسكها يخسر اللي ما يمسكها يخسر اللي ما يمسكها يخسر خسر عادل خلاص هو الخسران الفائز موفق سلام هذا خلود سم هنا محمد يلعب لعبة ما أدري وش اسمها وش اسمها اللعبة تاراغون باراغون واو وهذا هو مستانس يلعب والأمور هاي أي هذا الإنسان شوف المهتدي الهادي كفو عليه الجو مرة من الآخر خرافي وخلنا من الجو خلنا من الأكل الحمد لله على النعمة طبعا وجود هالناس بس والله أنه شيء ما يتعوض للأمانة الربع نعمة من الله صراحة حافظوا عليهم واستمتعوا معهم وعاملوهم بأحسن معاملة واحترموهم وقدروهم والأمور تمشي مية مية معهم كل عام أنتم بخير وعساكم من عواده وينعاد علينا وعليكم كل سنة وكل حول والله يتقبل من حجاجنا ومننا صالح الأعمال حيهم